شكرا عبد الرحمن العتيبي، وشكرا لكافة المعلقين الذين سبقوني بالتعليق. إذن متابعين الكرام أينما كنتم، نجدد بكم اللقاء ونجدد بكم الترحيب ضمن هذا المهرجان العالمي، مهرجان ولي العهد 2024 للميلاد في نسخته السادسة، الذي تجمع هذه الشعارات وتجمع هذا الموروث الأصيل، رياضة الهجن العربية الأصيلة، موروث آبائنا وأجدادنا الكرام، حيث تستمر هذه الأشواط في يومنا الخامس في الفترة الصباحية ضمن الأشواط العامة، وينطلق الشوط 13 للبكار الحقايق من مسافة 3 كيلومترات. هي رحلة هذه الذلل الأصايل الطامحة المتأملة للنوماس الغالي وللنقطة الثمينة في أغلى المهرجانات، حيث نتابع وتتابعون ونشاهد وتشاهدون عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي. نتعرف وإياكم لكي أبدأ مع أول الأسماء، أول الشعارات. الله ينويعس، الله على هذا الاسم الذي يتقدم به الكربي سلطان بن صالح آل عويره الكربي، يقدم لنا النويعس مع المركز الأول، التدخل والقدوم من المركز الثاني ليتقدم راشد بن عبد الله بن حمد آل فهيدة، يقدم لنا سيوف القادمة بآمالها وبطموحها إلى الصدارة، بينما القدوم من المركز الثالث تبدأ لحن لتلحن وتيرة هذا الشوط بانطلاقة عودة بن سالم بن عودة العطوي القادم مع انطلاقات لحن تحاول من أجل الصدارة تحتل البداية. ربما الأسماء القادمة الشعارات الواصلة، شعار عايض بن رفعان القحطاني يتقدم من المركز الرابع نحو المركز الثالث ليقدم لنا سياسة وانطلاقات سياسة تسايس المراكز من أجل المركز الأول. دور المركز الخامس، الوصول من ناصر بن صالح آل عويره الكربي، يقدم الريم والوصول في هذه اللحظات من نوف، ويتقدم علي بن عمر التركي والكيلومتر الأخير وأجوائه والشعارات القادمة، سيوف مع المركز الأول، لحن مع المركز الثاني. نوف لا تسألوني عن غلا نوف، تكفون حتى الغلا عندي تزود بغلاها، نوف الحلا نوف الغلا نوف هالكون، يسعد لي الله صبحها مع مساها، عدادها عدى بقلب التريليون، يصعب والله منه بيوصل مكانه، عادت سيوف ولكن نوف التركي يتقدم، وسيوف مع المركز الثاني، عادت سيوف إلى المكان الصحيح، إلى المركز الأول، إلى الإنجاز، إلى النقطة الغالية. تتقدم سيوف بشعار راشد بن عبد الله آل فهيدة، يتقدم بجماهيره وبمحبينه وبعشاقه، والنقطة الثانية مع هذا الشعار يتميز ويبدع. إذا سلام سيوف، سلام سلام آل فهيدة، سلام. أخذت المحبين والعشاق الحاضرين مع سيوف مع المركز الأول بشعار راشد بن عبد الله آل فهيدة. إذا سلام على هذا الانتصار وعلى هذا الفوز المستحق. المركز الثاني الحضور من ناصر بن حسين أبو ليلة المري مع منحلة. المركز الثالث شعار عايض بن رفعان بن عايض القحطاني مع سياسة. المركز الرابع هنا نوف والشعار علي بن عمر بن عبد العزيز التركي
المركز الخامس وشعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من أتى معالية. هكذا النتيجة للشوط الماضي، وتهانينا والف مبروك لمالك سيوف لشعار راشد بن عبد الله آل فيدة وتوقيت سيوف قاطعة مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق في هذه اللحظات. نوافيكم بالتوقيت الزمني لحظة وصول سيوف إلى خط النهاية 4 دقائق 35 ثانية 11 جزءا من الثانية، توقيت منحلة مع المركز الثاني، وكان توقيت منحلة 4 دقائق 37 ثانية 44 جزءا من الثانية. المركز الثالث وتوقيته الزمني ولحظة الوصول من شعار هنا سياسة، وكان لحظة وصول سياسة 4 دقائق 37 ثانية 87 جزءا من الثانية. المركز الرابع نوف وشعار علي بن عمر التركي، والمركز الخامس عالية وشعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. إذن متابعين الكرام نجدد التهاني والتبريكات لمالك سيوف راشد بن عبد الله آل فهيدة من قدم لنا هذه البطلة محققة هذا الفوز وهذا الانتصار، مهدية للجماهير هذا الشعار النقطة الثانية في هذا الصباح الجميل. إذا تهانينا والف مبروك. إذا متابعين الكرام أشواطنا